لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ملعب الحسن الثاني بفاس ولقاء الجوله 21 من الدوري الاحترافي الانوي، لقاء يجمع بعد قليل بين المغرب الفاسي وفريق المولوديه الوجديه، مباراه قويه باعتبار ان الفارق بين الفريقين هو نقطتين فقط، كل فريق غادي يبحث على تحقيق الفوز والابتعاد اكثر عن المناطق الاخيره. المغرب الفاسي صاحب الرتبه التاسعه 23 نقطه، مطالب بتحقيق نتيجه الفوز والايقاع يكون ايقاع سريع. نذكر بأن لقاء الذهاب لهذا الموسم انتهى بفوز فريق المغرب الفاسي خارج الميدان بوجدة بثلاثة أهداف مقابل هدف برشيد ب14 نقطة. حكم كيعلن على خطأ، كان تدخل أمام شعيب فيدي. القيمة ديال يوسف أنور، حبيب الله الدحماني كيلعب الكرة طويلة بالرأس، تعود من جديد لفائدة فريق المغرب الفاسي. هناك خطأ، تدخل دي فرصه كانت بواسطه اشرف هرباش، رفعت الكره من عماد الرياحي وخروج الحارس، خروج الحارس من جديد هرباش كي مره راسيه داخل منطقه الجزاء وكره سهله عند الحارس زياد عماد الرياحي. عماد الرياحي شنو غادي يعمل عماد الرياحي؟ التمريره هذه محاوله تسديده وكانت المتابعه، ولكن الكره كتخرج خارج ارضيه الملعب. محاوله وفرصه لفائده فريق المغرب الفاسي. تابعنا محمد البدوي وتحيه والوداد امام اتحاد طنجه. هذه فرصه ممتازه وتدخل الحارس صلاح الدين شهاب، كانت تسديده قويه. 18 دقيقة لمرات، دائما التعادل سلبي 0 لمثلي بين الفريقين الاطار الافريقية. هذه فرصة بعد المحاولة لفائدة فريق المغرب الفاسي الرأسية، تدخل وإبعاد الكرة في الوقت اللي الحكم كيطلب من وسط اللقاء، كانت تعود المحاولة الدخول داخل منطقة الجزاء. تمريرة فرصة، دائما الخطورة تسديدة ولكن بعيدة. زكريا ناسيك هو اللي سدد الكرة الأخيرة. زكريا ناصيك رفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، فرصه ممتاز لاعب محسن بوريغا، كره بالراس وجد لفائده فريق المغرب الفاسي. امكانيه التمرير من طرف ياسين غزواني ولكن الكره بعيده خارج ارض. مواسم 2019-2020 حقق الصعود العوده من جديد للدوري الاحترافي، كان رقه فريق شباب محمديه، بعد ذلك حتى الرتبه السابعه، 2021 حتى الرتبه الرابعه. زكريا الناصري ترفع الكره فرصه راسيه وزياد عفصه، مازال صرف ارضيه الملعب، الحكم كيوقف اللاعب ويعلن الخطا لفائده فريق المولوديه الجديده. استاد الرياحي، تمرير من عماد الرياحي لياسين الغزواني والحكم كيعلن الخطا والانذار. انذار اول في المباراه لمحمد الحبيلي فريق المغرب الفاسي. محمد البدوي، هذه محاوله تمريره، تدخل الدفاع حبيب الله الحمادي، الحكم كيقول لك شنو الخطا، كانت مطالبه بالمرمى الرادي. اسامه الرادي يمرر ولكن هناك تغطيه، تصل شعيب فيدي، فرصه ومرات فوق المرمى، ومرات فوق المرمى. محاوله شكلت خطوره بواسطه لعيب شعيب فيدي اللي تمكن من استرجاع اليسرى. ترفعت كره داخل منطقه الجزاء، خروج زياد العفصة اللي كيبعد الكره، تصل لشعيب في شعيب فيدي. عماد الرياحي رفع الكره في القائمه الثانيه ولكن كره بعيده خارج ارضيه الوقت اللي تبعد المحاوله لفائده فريق المغرب الفاسي. ممتازه تدخل ديال الحارس زياد العفصة، تمريره من شعيب امام ثلاثه ديال اللاعبين، كينتظر المسانده شعيب فيدي يسدد ولكن الكره سهله عند الحارس بواسطة عباد الرياحي. الرياحي يرفع الكرة لمحتلة الرأسية، فرصة الهدف والهدف الأول في فريق المغرب الفاسي، هدف أول بواسطة محمد البدوي. محمد والهدف زكريا ناصيك بالفعل، إذا فرصة اللي منحت هدف، تمريرة ممتازة من الجهة اليمنى، تسديدة قوية تعانق شباك الحارس زياد العفصة. اذا هدف اول لفائده دخول داخل منطقه الجزاء. تمريره، تدخل فرصه، فرصه هدف شعيب فيدي، شعيب فيدي تسديده وتدخل، دفاع دائما خطوره والكره بعيده. تابعوا من جديد المحاوله الاخيره، تمريره وصلت الكره لشعيب فيدي، وغادي محاوله حمزه الجناتي، الجناتي يسدد فرصه ودائما الخطوره متواصله والكره خارج ارضيه الملعب من طرف اللاعب والمهاجم محمد البدوي. محاوله شكلت خطوره على مرمى الحارس زياد العفصة، حمزه الجناتي يسدد، ناسيك مسجل الهدف، ناسيك بحث على انه يمرر ولكن تدخل ديال زكي. تمرير مره اخرى عند اللاعب اسامه راضي، تدخل الحكم يقول ما كاينش هناك خطا، التغطيه كانت في محلها.
كابود المحاولات ترفع الكره داخل منطقه الجزاء دي فورس في فريق الموليوجديه، ولكن كنقول لك سوء تفاهم خصوصا المبادره المحاوله بواسطه اللاعب حبيبه بريجا تدخل الحارس صراحه ديال شهاب كانت عباد الرياحي كمرار فرصة الحكم يعلن عن ضربة جزاء تدخل أمام محمد البدوي من طرف الحارس. إذن حكم المباراة كيتبنى المحاولة الأخيرة. إذن الحكم بدا كيردد بعد متابعة ما كاينش هناك ضربة جزاء وبالتالي ما كانش هناك حمزة الجناتي. كيلعب الكرة ولكن بعيدة حمزة الجناتي. هذه الكرة دائما الخطورة متواصلة لفائدة فريق المديرية، ولكن أشرف قصباوي يسدد. كرة مشات فوق المرمى تضيع محاولة وفرصة على فريق المولودية الوجدية. أشرف قصباوي مراوغة كانت ممتازة وضع الكرة أمامه في الرجل اليسرى ولكن داخل منطقة الجزاء الرأسية. دائما الخطورة زكريا ناسيك رفع الكرة في القائم الثاني ولكن ما كانش هناك متابعة. حمادي لعب الكرة دائرية تدخل صلاح الدين الشهاب ثم إبعاد الكرة. الآن الضغط الآن من لاعبي فريق البلدية الوجدية. عماد السربوت كيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة كانت بعيدة على الحبيبة بريجا.